هذا وقد أعلنت بعثة مملكة البحرين للحج اكتمال وصول الحجاج القادمين من مملكة البحرين إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج يوم غد الاثنين، واستعدادا للمبيت في مشعر منى وقضاء يوم التروية. في كل عام هذه المظاهر تتكرر، ونشاهد الفرحة على وجوه حجاج مملكة البحرين واللهفة لأداء مناسك الحج بعد وصولهم لمكة المكرمة أطهر بقاع الأرض، ومع اكتمال عدد الحجاج البحرينيين يستعدون غدا لبدء مناسك الحج لقضاء يوم التروية. شعور ما يوصف، يعني حج والله أكرمك أن أنت تكون ضيوف الرحمن، هذه أكبر نعمة. يعني أنت مو كل واحد بيت الرحمن سبحانه يدعوك، إذا أنت مقبول فالدعوة تي. أنت تلتقي برب العالمين في هذا اليوم، وهذا الشيء يعني إيش أقول لك، ما يوصف ولا يعد. بيت الله ما يتعوض، ترى أحسن بقعة في العالم، فيعني مستحيل أحد يفرط فيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شعور ولله الحمد لا يوصف، روحانية عجيبة اللي نأمله من رب العالمين قبول الحج. رب اغفر لي ولوالدي واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. طبعا هو مجرد أول ما توصل مكة تحس بشعور غريب، يعني شعور ما ينوصف، شعور وايد حلو. حجاج مملكة البحرين عبروا فور وصولهم لمقار السكن وبالتحديد مكة المكرمة تعابير الفرح واشتياقهم لقضاء المناسك، مؤكدين على جودة الخدمات المقدمة وسهولتها منذ مغادرتهم مملكة البحرين حتى وصولهم إلى مكة لتأدية الركن الأعظم الحج. أهلا بضيوف الرحمن، فهذه اللوحة الترحيبية لا تراها في أي مكان أو في أي رحلة، بل فقط على الأراضي السعودية في مكة المكرمة لحظة قدوم حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. طلال نايف لمركز الأخبار من المملكة العربية السعودية مكة المكرمة.